كفايه كفايه. الاسانسير يا ماما، الاسانسير يا ماما. يلا يلا ماما يلا، انت مش على مهلك، على مهلك يا بنت من الزحمه. خلاص انا حبيت ان انا ان انت تكلمه برضه في الموضوع ده. عجيب الله ما شاطر دي. مالك يا احمد فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت شكلك وحش ليه كده يا رضا؟ في ايه؟ يا عم ما تقعد شويه، انت واخد بعضك ومشي كده بدري ليه؟ معلش عشان عندي مشوار، وبكره ان شاء الله الساعه 7 بلغ وليد اخوك ماشي، عشان هو بيصلي فمش هنلحق نسلم عليه. طيب ماشي، بلغيه ان شاء الله هنيجي نقعد معاك بكره الساعه 7، والاسبوع الجاي ظبطت حالك عشان عندنا خروجه حلوه قبل الفرح. طيب ماشي خلاص، خلاص ماشي. انا يا بنت المحظوظه كل يوم والتاني عندك. يا بختك يا اختي. يلا عايزه حاجه؟ خلي بالك من نفسك. يلا سلام. سلام. كلمي نفسك يا شمس. هي ماما في ايه يا بنتي؟ ما بكلمش نفسي. امال في ايه يا بنتي؟ الموكوسه اللي قصادنا ده كل شويه خطيبها هيجي لها وخروجات وفسح، وبكره هيجي لها الساعه 7. بصي انا منغاظه ومتضايقه، انا مش حد يجي لي ليه؟ تعالى نروح لعمك الشيخ جابر نعمل لها عمل، مش جايه بكره؟ اه الساعه 7. انا هوقف حالها. بصي خليها كده زي متضايقه يا ماما قوي. يعني هي بتتجنن تتجوز وانت تقعدي؟ مش عارفه ايه ده. لا تعالى انا هخليها. تعالي شوف محظوظه محظوظه. خلاص خلاص يلا يلا انا هخليها كده. خليها ايه تفتح الساعه 7؟ لازم اللي انت تعمليه بكره الساعه 7 يا ماما بالله عليك. نروح يلا بينا، يلا نروح للشيخ جابر يتصرف في الموضوع ده، وانا بنت هتفضل قاعده زي البنت الواقفه كده. يلا يا ماما الساعه 6:30. يا بنت انا جايه اهو بالراحه، شوفي بس اتاكدي كده حد قدام باب الشقه ولا لا. مفيش حد. انا سامعه باب بيتهبط بره، اصبري دقيقتين. في حد؟ الزبالة يا ماما لحظة. وده وقته؟ ها؟ ها؟ فاضل نص ساعة. مش مش يلا يلا. يلا الحمد لله. على مهلك على مهلك. يلا يا ماما يلا، مفيش حد مفيش حد. يلا أحسن حد يشوف. مفيش حد، أنا مراقبة الطريق. والنبي يا رضا لخلي أحمد يشوفك يرد. لازم لازم علشان بيجي العرس. أيوه. راقب السلم راقب السلم احسن. مفيش حد يا ماما مفيش حد. ايوه هنا هنا. وانا هخليك شوفها قرده هي تتجوز وانت لا. لا يا اختي لازم اتجوز انا كمان. وعلى باب الاسانسير عشان اه هو طالع. ايوه حبيبتي يا ماما حبيبتي. ايوه هنا هنا اطلع لحسن واخد بابا. كفايه كفايه الاسانسير يا ماما، الاسانسير يا ماما. يلا يلا ماما يلا، انت مش على مهلك، على مهلك يا بنت من الزحمه. يا مساء الحال يا رب، النهارده هيبقى احلى يوم في حياتي. احمد. ايه يا قلبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت اللي عاملاه؟ الحمد لله. جاي في الميعاد بالظبط الساعه 7. النهارده احلى يوم في حياتي، مش عايز اقول لك يعني. حبيبي. بس ايه الحلاوه ده؟ ربنا يخليك. انت طول عمرك قمر وعسوله انت طبعا. انت اللي عينك حلوه. الله يخليك. وليد موجود؟ ايوه وليد جوه. وليد، احمد جه. وليد عامل ايه؟ انا الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ طمنيني عليك. والله تمام. احنا عايزين ننزلوا ونخلصوا حاجتنا بتاعت الفرح عشان نجهزوا نفسنا ونخلصوا بدري بدري كده ان شاء الله. انت مستعجل كده ليه يا احمد؟ بالراحه. الله هو اللي يشوفك ما يستعجلش حبيبي يا احمد. وليد عارف اللي احنا هنخرجهم؟ انا لسه هقول له بقى. انت دلوقتي هتقول له اللي احنا هنخرجه وكده؟ خلاص. حبيت ان انا ان انت تكلمه برضه في الموضوع ده. عجيب الله ما شاطر دي. مالك يا احمد فين؟ انت بتهزر؟ في ايه مال؟ بتهزر صح؟ بهزر يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شكلك وحش ليه كده يا رضا؟ في ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ اهزر ليه يا رضا؟ انت شكلك وحش خالص يا رضا، مش عارف في ايه. انت بتهزر، انت بارد، هزارك بايخ على فكره. انا ما بهزرش يا رضا، انا ما بهزرش معاكي. انت مش شايفه نفسك؟ ايه يا احمد مالك؟ انت بتتكلم بجد؟ انت مش شايفه نفسك؟ انت لسه دلوقتي بتقول لي ايه القمر ده وايه الحلاوه دي؟ في ايه يا احمد مالك؟ ايه اللي ده العفريت احلى منك؟ ايه؟ زي ما سمعت العفريت احلى منك. مالك يا احمد في ايه؟
في ايه يا بنت مالك؟ ايه اللي حصل لك كده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لي يا احمد؟ مش عارف انا بصراحه يعني عاوز احمد على فكره انت كلامك وحش قوي، ايه اللي قلبك؟ ما انت دلوقتي كنت داخل كويس. بقول لك ايه يا رضا، ما تجرفينيش وسيبيني في حالي الله يرضى عليك. ايه مالكم بتتخانقوا ليه كده؟ سكوا علي ليه كده؟ في ايه؟ انا ما اعرفش في ايه يا وليد، داخل بيضحك وبيهزر ما فيش حاجه ومره واحده شكلك وحش. ايه يا عم بص، مش شايف اختك عامله ازاي؟ انا في حاجه. بص شكلها عامل ازاي يا عم وليد؟ شكلها وحش خالص. طب ده عقلت احلى مني. هو انا هنهزر يا وليد؟ هو انت عايزين تدبسوني في الزواج دي وخلاص يا عم وليد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مد بالعافيه يا احمد، انت واعي؟ انت بتقول مد بالعافيه يا عم وليد، انا مش هنتجوزها بالعافيه. انت شارب حاجه يا احمد؟ هو انا هنشرب ايه يا وليد؟ طب امال ايه اللي انت بتقوله ده؟ اختي وزي الفل. انا واعي بتكلم كويس قدامك اهو. انت مش شايف اختك شكلها عامل ازاي؟ ده جوازه طينه، اوعى يا عم. لا 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 احمد، عايزين تدبسوني في الجوازه وخلاص، سيبوني في حالي يا عم. والله ما اعرف، ده كان داخل بيضحك وبيهزر، ما اعرفش ايه اللي حصل، ايه اللي قلبه مره واحده. حاجه حصلت بكره؟ والله ابدا، ده كان لسه هيقول لك ان احنا هنخرج الاسبوع الجاي علشان نخلص حاجات الفرح. طب ايه اللي حصل يعني ده كله؟ والله ما اعرف. لوحده كده؟ في ايه طيب؟ ايه اللي حصل؟ انا ليا تصرف تاني معاه. لو رن عليكي ما ترديش. انت رن على اهله بقى يا وليد. لا هو احمد بيحبني وانا بحبه. امال ايه اللي حصل؟ ما اعرفش، ممكن يكون بيهزر معانا، بيعمل مقلب ولا حاجه. كده بالمنظر ده؟ انا بقول لي انت عايزين تدبسونا ومش تدبسونا ليه؟ واحنا رامينك عليه؟ يا لهوي، انا لا اتصرف معاه، انا لا اتصرف معاه. ايه ده؟ ايه اللي حصل طيب؟ ما احنا كنا قاعدين كويسين. شويه وحبرين عليه، يهدى شويه وحبرين عليه. استغفر الله العظيم يا رب. رن على احمد، ممكن يكون هدى شويه. ايوه، بتكنسل عليا ليه يا احمد؟ ايوه ايمان، تعالي يا ايمان حبيبتي. ازيك يا ايمان؟ انا مالك في ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ معلش تعالي يا حبيبتي اتفضلي. مال وشك عامل كده ليه؟ معرفش يا ايمان، والله انا واحمد كنا كويسين خالص وبيضحك معايا ومبسوط، مره واحده وقلب عليا. ثواني بس برن عليه. طب استني، انت واحمد قلب عليكي فجاه كده لوحده؟ بيكنسل عليا برضو، انا مش عارفه في ايه. يعني هو كان عندك النهارده؟ ايوه كان عندي النهارده. كان الساعه كام عندك؟ كان الساعه 7 كده، متفق معايا امبارح ان هو هيجي لي النهارده الساعه 7، ومره واحده قلب عليا وقال لي ايه القمر ده ومش مره واحده. ايه ده؟ انت شكلك بقى عامل كده ليه؟ انت شكلك وحش. ويقول له وليد اختك انتوا عايزين تدبسوني في الجوازه دي. انا ما اعرفش ايه اللي قلبوا عليا مره واحده كده. انت عارفه يا امان القصه دي ده انا واحمد في بينا قصه حب كبيره. طب استني بقى، بصي انا جايه اقول لك على حاجه شفتها وانا لازمه النهارده رايحه الشغل، تمام؟ يا امان انا والله مش فايقه ان انا اسمع اي حاجه. اسمعيني بس، ما هو حاجه تخص الموضوع دوت. انا استغربت اصلا وانا نازله من على السلم. موضوع ايه يا امان؟ بصي عشان كده سالتك احمد الوقت اللي اتخانقتوا فيه ده كان الساعه كام. بصي بقى يا ستي، وانا نازله من على السلم فببص لقيت قبليها بشويه تقريبا في الوقت اللي انت قلتي لي عليه، كان قبليها بشويه شمس ومامتها انا نازله، فببص لقيتهم كده على باب شقتك ماسكين ازازه فيها ميه لونها غريب وعمالين يرشوا. مين انت بتهزري؟ انا عارفه عشان انت ما بتحبيش الشمس وعلى طول بتبعديني عنها. على فكره انا هثبت لك اللي انا بقوله. امسكي، انا صورتهم علشان اوريكي. بس انا في الاول قلت ايه، هم بينضفوا السلم يمكن هي مامتها، فلقيتهم لابسين ومتشاكين واقفين يعملوا ايوه واقفين هصوا ومش عارف ايه وبيرشوا، فانا سكتت خالص ورحت مصورهم. ده ليه الغل والحقد ده كله؟ أيوة. يا وليد اكيد كانوا بيعملوا حاجه، لان هي انت طبعا انا حاسه ان شمس غيرانه جدا من ساعه ما انت اتخطبتي لاحمد. اجمل ان هي انت بقدرك يا مين بتبعدين عنها وانا اللي مش واخده بالي. يا وليد قلت لك كتير. ايه يا مين؟ ازيك يا مين؟ ازيك يا وليد؟ الحق يا وليد. بصي مين بتقول لي ايه؟ شافت شمس وطنط رضوى وهم بيرشوا حاجه قدام الشقه وصورتهم. وهي قالت لي ان هم في الوقت اللي قالت لي فيه يبقى كده بعديها احمد ورضا اتخانقوا. ايوه انا اللي مصوره. وانت عارف يبقى هو فعلا احمد جاي وبيضحك وبيهزر معايا، مره واحده لقيته قلب. والله يبقى احمد كده مظلوم. انت عارفين ان شمس من نفسنا جدا من رضا عشان بتقدم لهاش حد. ابعتي الفيديو ده كده واطلع انت بره القصه ده خالص وانا هتعامل انا هتصور. ابعتي له الفيديو. انت هتعمل ايه يا وليد؟ هعمل ايه؟ ده انا لازم اخلي ايامهم سودة. هيوصلك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا يستر بجد، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عارفه ايه الحكم ده. طيب انا همشي بقى خلاص. احنا مش شفناكي ولا ايه؟ ربنا يخليك يا ايمان، والله ده انت وعدتينا على حاجه احنا ما كناش واخدين بالنا. ربنا يخليك يا حبيبتي، يرجعك لخطيبك كده وربنا يطمنكم على خير حبيبتي. يا رب هطمن عليكم بقى. ها ان شاء الله يا ايمان. ماشي حبيبتي، مع الف سلامه. الف سلامه. يلا سلام عليكم. السلام.
ايه ده يا وليد؟ هو في حد بيعمل حاجه زي كده؟ ايه ده؟ ليه الغل والحقد ده؟ شمس، ده شمس دي صاحبتي ومش جارتي بس، دي صاحبتي وطنط رضوى، دي انا بحكي لها كل حاجه برضه باعتبارها امي. عشان انا ببقى بحذرك من حاجه بتجري انت على الناس كده. يا طنط اتقدم لي عريس، يا طنط مش عارف خطيبي جاب لي ايه، يا طنط تبقيش كده على نياتك، الغيره والحقد موجود. وانت طب انت هتعمل ايه معاهم؟ هعمل ايه؟ ده انا هخلي ايامهم اسود من السواد. انت هتروح لهم؟ يلا اجي معاك. تعالي طبعا، تيجي لازم احرق دمهم قدامك. طب يلا بينا. ازيك يا وليد؟ اتفضلي يا شمس. الحمد لله. اتفضلي نادلنا طنط يا شمس لو سمحت. طنط نادلنا امك بعد اذنك. امي انت بتتكلم؟ نادي امك. نادي امك بعد اذنك هتعرفي. نادي امك. اتفضلوا. فين نادي؟ زين يا عادل. ماما واقفين بره ليه يا وليد؟ انت ورضا ما تتفضل. اتفضلي يا رضا. واقفين بره ليه؟ واقفين. احنا ندخل عند ناس شبهكم وناس زيكم ليه؟ يعني ايه ناس شبهنا؟ اختي دي اذتكم في ايه عشان خاطر تاذوها؟ ايه يا وليد انت بتتكلم ماما كده ليه؟ انت يا صاحبة عمرها. ايوه اختي حبيبتي. ما اسمعش صوتك خالص. عملنا لكم ايه؟ انت عملتيه ايه؟ خلاص انت دي تقطع علاقتك بقى خالص. انا عملت ايه؟ ده انا بحب رضا وبتمنى لها الخير. انتوا بتعملوا لاختي عمل؟ عمل ايه؟ انت جاي تتبلى علينا ولا ايه؟ رضا دي بنتي. رضا بنتي؟ رضا دي بس من عليها بعد اذنك. انا تو يا جماعه جاي تسيبوا بالكم علينا؟ ازيكم يا ست دي؟ ها اختي دي ماله؟ انت بتقولوا ايه؟ مالك يا حبيبي؟ انا بحبك يا رضا وربنا واخده عين. اسمعيني، انا عملت فيكوا ايه؟ انا كنت محتبراكي اختي. ايوه وليد على طول كان بينصحني منكم، وانا اللي كنت بقعد اقول له لا يا وليد انت اللي شايفهم غلط، وانا كنت محتبراكي امي. امي بعد ما ماتت انا محتبراكي انت امي. انا عملت لك كل حاجه يا بنتي. مالك ده كله جاني ترموا عليكم بلكوا علينا ولا ايه؟ جاي نرمي بلانا عليكم؟ انا بقى هوريكي رمي البلا. ايه البكاحه دي؟ اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رايكم؟ ايه رايك في البلد ده؟ حلو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انتوا عارفين ان انا بحب احمد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عملت فيكم ايه وحش؟ قدر ربنا. ربنا سبحانه وتعالى مش شايد لك نصيب في جواز. ليه تأذي الناس؟ انت تقبلي على بنتك ان حد يعمل معاها كده؟ انا ما حدش يقدر يعمل مع بنتي كده. ما حدش. انت برضه لسه فيكي بجاحه. لسه فيكي بجاحه. ليه يا شيخه حرام عليكي تأذي الناس ليه؟ ربنا يأذي المؤذي. خليكوا في حالكم. لو كل واحد يفضل في حاله ربنا سبحانه وتعالى هيبعت له رزقه لحد عنده. سحر تعملوا لي انا سحر وعمل ليه؟ عملت لكم ايه؟ اذيتكم انا في ايه؟ انا مالي وانا اللي موقفه حالها؟ هو انا اللي موقفه حالك يا شمس؟ ده انا كنت بدعي لها في كل صلاه ان ربنا يكرمها ويفرحها زي ما مفرحني. كانت بتتمنى لك زي ما بتتمنى لنفسها. حرام عليكم. رضا عيب. عيب على سنك حتى. عيب يا شيخه. طب خلي بنتك دي ما هيش عارفه دينها ولا عارفه حالها. تعرفين ان انا بحب احمد قد ايه واحمد بيحبني؟ صلاه ايه؟ صوم ايه اللي بتصوموه وانتوا بتاذوا الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. طب بس يا وليد اسمعني. خلاص يا طيب. خلاص يا خلاص يا حاج. يا رضا يا وليد اللي احنا عملناه ده انا ما اعرفش. اللي احنا عملناه ده انا ما اعرفش بجد. انا قلبي وجعني وهي بتدعي عليا. دول عيالي دول. والله انا قلبي وجعني خالص. شفت الغل والحقد وصلنا لايه؟ ما يرضيش ربنا كده. ايه الحل بقى دلوقتي؟ هنصلح اللي احنا هببناه ده ازاي؟ ممكن يا ماما نعمل عمل ان هو يرجعهم لبعض تاني. لا يرجعهم بالحب. يرجعهم لبعض تاني. ما ينفعش يا بنتي انا مش هروح للناس دي تاني. طب نروح نبص على راسهم ونتصرف. ما فيش يا بنتي لا بص ولا ما فيش بص. احنا نكلم احمد بقى ونحاول نصلح اللي احنا هببناه ده. انا ست كبيره يتقال عليا الكلام ده؟ والست الله يرحمها موصياني على عيالها انا اعمل كده؟ والله قلبي وجعني وهي بتبص لي بصه. اقفلي يا بنت الباب. اقفلي. ربنا يسامحنا بقى ويغفر لنا. استغفر الله العظيم يا رب.